هذا الشعب الصابر الصامد الثابت الذي تمر على ثورته المباركة 5 سنوات وهو لا زال ثابتا في الساحات صامدا مواصلا بالمطالبة بحقوقه في حراك سلمي حضاري، وليس هذا بغريب على هذا الشعب الذي قدم عشرات الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين. هذا الشعب الذي ينطلق من حقوق واقعية ومطالب عادلة، من حقوق تقرها جميع القوانين الإلهية والأرضية وقوانين وشرعة الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان. شعب ينطلق من حقوق يدعن بها جميع العالم وجميع شعوب العالم، شعب له قيادات شامخة خلف القضبان وفي السجون، لم تؤثر فيهم السجون بل بقوا على خط الثبات والصمود، وكلما مرت السنون كلما ازدادوا ثباتا وقوة. هذا الشعب الذي يمتلك هذا العمق لا يمكن إلا أن يكون ثابتا وصامدا ومواصلا في طريقه. هذا الشعب الذي يمتلك هذه القيادات وهذه الرموز السياسية الناضجة، هذه الرموز الكبيرة التي انطلقت بكل إخلاص لشعبها ولمطالب هذا الشعب، سوف يبقى هذا الشعب بإذن الله ثابتا على مطالبه وفي إطار حراك سلمي حضاري يسعى لأن يكون شريكا حقيقيا في إدارة بلده، لأن يتحمل أعباء هذا البلد ويعيش آلامه ويعيش آماله. هذا الشعب اليوم لا يحس بأنه مسؤول عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد، لكنه لو كان شريكا لتحمل الأعباء بكل إخلاص وبكل قوة، لأنه شريك وجزء ويحس بالانتماء الحقيقي للنظام السياسي. أما والحال أنه مهمش، رموزه في السجون، أبناؤه يقتلون ويعتقلون، فهو لا يمكن أن يقبل بأن يتحمل أعباء الفشل الذي تعيشه السلطة وتعيشه الحكومة. نحن نطالب بضرورة الإصلاح الحقيقي في هذا البلد، وأن يكون الشعب شريكا حقيقيا في بلده من خلال برلمان كامل الصلاحيات ومن خلال حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، وأن يكون الشعب كله يعيش حالة من العدالة والمساواة، كل مواطن له صوت مساو للمواطن الآخر، وأن تكون الثروات في هذا البلد من حق جميع أبناء الشعب، وأن لا يكون هناك أي تمييز بين أبناء الشعب. هذه هي الأرضية التي ينطلق منها هذا الشعب وقدم من أجل مطالبه العادلة المشروعة جميع هذه التضحيات والمعاناة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج، أن يرحم شهداءنا وأن يفرج عن معتقلينا ورموزنا وفي مقدمتهم سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان وباقي المعتقلين من الرموز والعلماء وباقي الشباب والنساء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذا الشعب وأن يعيش حياة كريمة في بلده في ظل العدل والمساواة وحقوق الإنسان وتحت راية الإسلام العزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.